بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة، الأخوة والأخوات، الحضور الكريم، بداية أدعو الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويتم علينا هذا الشهر المبارك على خير، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا ويرفع عنا وعن العالم ما حل به من جائحة كورونا. واسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم تحيات معالي حصة بنت عيسى أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع. ويسرني مشاركتكم اليوم في مؤتمر التميز الرمضاني لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وأسعد بالتحدث عن أهمية الارتقاء بجودة حياة المجتمعات للوصول إلى الريادة والاستدامة باعتباره مصدر ومعيار رئيسي من معايير منظومة التميز الحكومي، يرتبط من حيث التطبيق والنتائج والأثر بكافة معايير ومحاور المنظومة، ويحقق مفاهيم وركائز التميز الحكومي بالتركيز على المتعامل والقيمة والأثر التي تصب كلها وتنعكس في نهاية المطاف في إسعاد وجودة الحياة للأفراد والمجتمع. وانطلاقاً من تحقيق رؤية الحكومة وتوجهاتها الاستراتيجية وتطبيقاً لخطتها، تسعى وزارة تنمية المجتمع بشكل حثيث لتحقيق التمكين الاجتماعي والارتقاء بجودة حياة جميع فئات المجتمع، وتعزيز التلاحم المجتمعي وإسعاد المجتمع وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة والإيجابية. نعمل في وزارة تنمية المجتمع بالتكامل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص على تعزيز وتثبيت مبادئ الدولة المتقدمة والمجتمع المترابط ذو القيم والسلوك الإيجابي وجودة حياة الأفراد وصحتهم، ونحن حريصين على بث روح العطاء والطمأنينة والإيمان بأن القادم أفضل. الشباب المقبلين على الزواج، المرأة، الأسرة، الطفل، أصحاب الهمم، كبار المواطنين والإنسان في مجتمعنا بشكل عام، كل هذه الفئات في صلب اهتمام قيادة وحكومة دولة الإمارات من منظور جودة الحياة. حكومة دولة الإمارات التي تثبت دائماً بأن جودة حياة المجتمع وسعادة أفراده هو محور اهتمامها وعلى رأس أولوياتها، فهي تعمل برؤية شاملة وعمل طموح ومنفرد لتحقيق الاستدامة والريادة في هذا القطاع المحوري. وهنا نستذكر قول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث قال: جودة الحياة أولوية في عملنا اليومي، وهي في صلب أولويات الحكومة. نريد لمجتمعنا أن يكون الأكثر تلاحماً وصحة والأكثر سعادة، ولذلك فإن كل موازنات وبرامج الحكومة تصب في تطبيق أهداف جودة حياة شعب الإمارات وإسعاده. في هذا الصدد أطلقت الحكومة عام 2019 الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 برؤية متكاملة لتشمل أهدافاً ومجالات استراتيجية في إطار جعل دولة الإمارات سباقة ورائدة عالمياً في هذا المجال. الاستراتيجية ترتكز على إطار وطني يشمل ثلاث مستويات رئيسية: الأفراد والمجتمع والدولة، وتتضمن 14 محوراً وثلاث أهداف استراتيجية لتعزيز نمط جودة حياة الأفراد وترسيخ أسس المجتمع القوي المترابط والدولة المتقدمة باقتصاد مزدهر. ومع بداية 2020 تم إطلاق الاستبيان الوطني للسعادة وجودة الحياة، استهدف 10,000 شخص من الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق، 66% منهم من مواطني دولة الإمارات، والشباب والطلاب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين والمواطنين العاطلين عن العمل وربات البيوت والمواطنات العاملات. كل هذه الفئات شاركت بالإجابة على 300 سؤال في مختلف قطاعات المجتمع ومجالات الحياة، وذلك بهدف قياس خط الأساس لمجموعة من المقاييس والمؤشرات التي تسعى الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة لرصدها وتطويرها، وتحديد الفجوات والفرص والتحديات المتعلقة بها، والعمل على تعزيز جودة حياة مجتمع دولة الإمارات من خلالها. وأظهر الاستبيان نتائج متقدمة وتدعو للفخر، حيث أجاب 92-93% من سكان الإمارات فخورون بالعيش فيها ويشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، 84% مطمئنون لعلاقاتهم الأسرية، من 80-82% من الأفراد عبروا عن رضاهم عن الخدمات الحكومية ومتفائلون بالمستقبل، 80% يعتقدون أنهم يعيشون حياة هادفة،
إن هذه النتائج وغيرها من النتائج الإيجابية للاستبيان الوطني لجودة الحياة تضع على عاتقنا كفريق عمل حكومي في حكومة رائدة كحكومة دولة الإمارات، كل باختصاصه ونطاق عمله تحدي جديد، ألا وهو رفع هذه النسب وتطوير آليات عملنا ومبادراتنا لتحقيق أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة لشعب دولة الإمارات، وتلبية توقعاتهم في عام استثنائي وهو عام 2020. اجتمع أكثر من 200 مسؤول حكومي في ورشة حكومية متكاملة من 7 قطاعات رئيسية حيوية، وهي المجتمع، الصحة، التعليم، الاقتصاد، الأمن والعدل والسلامة، البنية التحتية والإسكان والبيئة، الموارد البشرية. يمثلون 7 مجالس تنفيذية و70 جهة حكومية اتحادية ومحلية عملوا بروح الفريق الواحد ليطلقوا معا ما يزيد عن 700 مبادرة تخدم القطاعات الاستراتيجية 7، وتهدف لإيجاد منظومة عمل حكومي متكاملة لمعالجة نتائج الاستبيان الوطني لجودة الحياة وتحقيق مشاريع نوعية لتعزيز جودة الحياة. ومن خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة ومجلس جودة الحياة تم العمل على تنفيذ أكثر من 25 مبادرة استراتيجية وطنية وعالمية لنشر الثقافة والمبادئ والقيم وتبادل الخبرات في مجال السعادة وجودة الحياة، منها إصدار الدليل الإرشادي للرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، وإطلاق جائزة أفلام السعادة، وتأسيس التحالف العالمي للسعادة. الأخوة والأخوات، تماشياً مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وما فرضته من نظام حياة جديد وعمل وتعليم عن بعد واستجابة للتغيرات العالمية واستعداداً للمستقبل وإظهار لمرونة حكومة دولة الإمارات، في يناير 2021 تم إطلاق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات لتعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، تتضمن 11 مبادرة نوعية مرتبطة بأربع محاور رئيسية: القدرات الرقمية، السلوك الرقمي، المحتوى الرقمي، الاتصال الرقمي. كما تم إطلاق منصة جودة الحياة الرقمية، المنصة التي توفر مجموعة من الأدوات والمصادر المتنوعة لبناء القدرات والمهارات الرقمية، وميثاق جودة الحياة الرقمية لغرس قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية. وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تم وضع منهج جودة الحياة الرقمية ومنصة صنف لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. كما أن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بوزارة تنمية المجتمع ومجلس جودة الحياة الرقمية يعززان معا واقعا اجتماعيا مثاليا قائما على أساس دعم الأفراد من مختلف شرائح المجتمع في ظل التغيرات الرقمية، بدءاً من الأطفال والمراهقين وصولاً إلى البالغين وكبار المواطنين والمقيمين للوصول لأفضل مجتمع في العالم. أطلقت وزارة تنمية المجتمع خلال الأعوام 3 السابقة أكثر من 70 مشروع ومبادرة مرتبطة بتعزيز جودة الحياة، تبرز من خلالها الاستباقية والمرونة والابتكار التي تتمتع بها الوزارة في إدارة مشاريعها وخاصة فترة جائحة كورونا. على سبيل المثال، تطبيق أسرتي معي الأول من نوعه عالمياً، كونه يتيح إمكانية التواصل مع أولياء الأمور وتقديم خدمات شاملة لهم ومتابعتهم من مراكز التدخل المبكر، وبرنامج تآلف لايف للاستشارات الأسرية عن بعد، ومبادرة تك 60 لتدريب وتأهيل كبار المواطنين على استخدام أجهزة التكنولوجيا، ومبادرة نحن أهلكم عن بعد لتكون دائماً الوزارة اليد الحانية على كبار المواطنين بتواصلها الدائم والفعال للوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم خلال الوقت العصيب للأزمة. ونسعى دائماً بوزارة تنمية المجتمع إلى تطوير خدماتنا والتعاون والتكامل والعمل المشترك مع كافة الشركاء والجهات المعنية بالدولة وتوظيف التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، ونبتكر ونستشرف المستقبل لتحقيق رؤيتنا مجتمع متلاحم مسؤول ومشارك في التنمية الاجتماعية والوصول إلى أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة للمجتمع وتحقيق مئوية دولة الإمارات في عام 2071 إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل جهد وإنجاز يحقق السعادة لنا وللأجيال القادمة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.